كابتن حسني عبد ربه نجم المنتخب المصري السابق. كابتن حسني مبروك علينا كلنا، اهم ملاحظاتك عن المباراه كانت ايه؟ الف الف مبروك لينا كلنا كمصريين طبعا. الفوز ده يعني سعيد طبعا ان انا اول مره مع حضرتك. اهلا بيك. وانا وسعيد اني اول مداخله تبقى الحمد تبقى حلوه بفرح كده يا كابتن. الحمد لله. لا يعني احنا النهارده حسينا ان المنتخب المصري بيرجع لنا الفرحه تاني، بيرجع لنا تاني كده لمه الشارع المصري في كل مكان، البيوت المصريه، كل النهارده المصريين بقوا بينتظروا المنتخب المصري تاني. النهارده المنتخب بيفرحنا باداء قبل اي شيء، الاداء المصري النهارده رجع لنا الثقه تاني ان احنا لما بنلعب بره ارضنا بنلعب على الهجوم. مستر كروش النهارده اثبت ان في تغيير، في تغيير في ملامح المنتخب. ايه التغيير اللي لاحظته؟ ايه التغيير اللي لاحظته كابتن حسني خاصه في خط الوسط؟ وانت لعيب خط وسط جامد يعني. عجبني ان هو ما بصش على الحته الدفاعيه يا مدام. يعني النهارده لما تلعب النني والسوليه الناس معظمها في مصر بيبقوا متوقعين لما المنتخب بيلعب بره ممكن نلعب بطارق حامد بيدافع كويس فيبقى جنبه اثنين، الاثنين شويه بيدافعوا كويس فنقدر نامن نص الملعب. النهارده بالتشكيله اللي لعبها لا يعني هو راح يكسب وراح يأدي بشكل كويس، وعشان كده المنتخب الليبي لما اتفرجنا على المباراه المنتخب الليبي كان متراجع قلقان. بنلعب على ميزتنا في الهجمه المرتده بوجود صلاح ومرموش، عامل فتره كويسه جدا خلال ماتشين، قدر اللي هو يثبت للمصريين ان هو متواجد بشكل قوي. النهارده بنشوف تغييرات، النهارده رمضان صبحي ما كناش متعودين اللي هو بيقعد احتياطي وينزل بيقدم نفس المستوى، لا النهارده نزل وتحس ان في روح جديده في منتخب مصر، وده زي ما بقول لك بيثبت ان في روح حلوه جوه المنتخب. الجهاز الفني النهارده لما بنشوف لعيبه منتخب مصر وفرحتهم وائل جمعه ومحمد شاوي والحضري بيرجعوا لنا الفرحه بتاعت زمان بردود الافعال بره الخط. النهارده الواحد بيتكلم في فنيات، في حاجات كتير جدا يا مدام لميس. النهارده المنتخب ابتدى نحس نحط اللي احنا نقول المنتخب راجع، منتخب مصر الكره الهجوميه اللي احنا كنا مفتقدينها راجع تاني، ابتدت ترجع. راجع تاني. قلقت لما اتغير شناوي؟ لا يعني اكيد الشناوي حارس كبير ومطمن لينا كلنا وهو بيحرس المرمى، لكن النهارده انا بقول لك في حاله كويسه جوه المنتخب، تحس ان النهارده ابو جبل وهو داخل يشارك تحس اللعيبه مرتاحه، مفيش مشكله مين هيلعب، مش قلقانين، مش قلقانين. انما طبعا في الاول وفي الاخر بيبقى في طبعا قيمات كبيره ما نقدرش اللي احنا نبخس حقها، ان الشناوي وتواجده جوه الفرقه وبيدي ثقه كبيره جدا للدفاع على نص الملعب، لكن النهارده احنا كسبنا بقى حارس تاني برضو، لان الثقه يا مدام لميس مطلوبه في الكوره، لان انت معرضه في اي وقت، انت داخله على بطوله امم افريقيا ممكن الشناوي لا قدر الله يبقى مصاب طبعا، لازم يبقى عندك بقى يبقى عندك البديل اللي انت بتقدري تكسبيه، فدي فرصه كويسه طبعا. النهارده بنكتسب لعيبه جايه، الراجل بيشوف النهارده دي فرصه لناس، وده اللي ظهر النهارده في المنتخب. شكرا وبشكرك شكرا جزيلا كابتن حسني عبد ربه نجم خط الوسط طبعا في مصر والمنتخب السابق.